زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. الإعلام ديال البوليزاريو والجزائر والله ما عنده الكمارة على شي حشم، جبهتهم صحيحة والسنطيحة عندهم الله يعطيها لي نهرس بها القرقاع. تصوروا معايا عباد الله، حتى جو هاي المسؤول الأمريكي اللي جزارهم البارح راوجوا عليه واحد الإشاعة سلوقية غير مسبوقة، قنبلة عابرة للقارات. قال لك سيدي أمريكا تتراجع عن اعترافها بمغربية الصحراء، وقال لك بأن المسؤول الأمريكي اللي جاء عندهم لبلادهم صرح بعظمة لساني بأن الصحراء ما بقتش مغربية وبأن الصحراء هي غربية، وزادوا من عندهم الكثير من العطرية والإقامة. كل واحد كيوصل عنده الخبر كيزيد عليه شوية من عنده. هو العجيب والغريب هو أن الإعلام المأجور ديال الجزائر والبوليزاريو تلقف هذه الأخبار غير الصحيحة وشدها وبدأ يروج لها من خلال واحد المجموعة من المقالات والتدوينات والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي كأنها قرآن منزل ما عدا الله. ولكن الصدمة ديال أبواق العسكر كانت موجعة ومؤلمة. جو هايد جاء عندنا اليوم هنا المغرب وتلاقى بالعديد من المسؤولين المغاربة وفي مقدمتهم ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، وخلال هذا اللقاء جدد المسؤول الأمريكي رسميا الاعتراف ديال بلاده بمغربية الصحراء وبكامل نفوذ المغرب على ترابه، أي من طنجة إلى القويرة. قال لهم الصحراء هي مغربية وما زال مغربية، وما عمر أمريكا تراجع نهائيا عن القرار ديالها. صدمة موجعة وجهها المسؤول الأمريكي الحكام الدل والعار، وياريت عندهم شوية من الحياء على الأقل، كون حجمه وكون صدروا التعليمات ديالهم للصحافة المأجورة باش تسحب كل المقالات والتدوينات اللي نشراتها حول هذا الموضوع الكاذب. المسؤول الأمريكي ومن خلال التصريح اللي دلاه برفقة ناصر بوريطة فند وكذب جميع الإشاعات اللي حاول إعلام العسكر والبوليزاريو يروج لها على نطاق واسع، وبطبيعة الحال هادشي كله غير باش يزيدوا يخدروا الشعب الجزائري ويتلفوا المحتجزين ديال مخيمات تيندوف على القبلة. ومن المعلوم أن المسؤول الأمريكي أول دولة كيحط فيها هي الجزائر، والهدف الأساسي بطبيعة الحال هو تحذير الجزائريين كيف قلت في حلقة سابقة من مغبة أي تصعيد ضد المملكة المغربية. قال لهم حذاري ثم حذاري بلغته طبعا وبديك اللغة الدبلوماسية النائمة باش الميساج يوصل الحكام العسكر اللي كيبانوا ليا أكلخ قوم فوق هذا البسيطة. وبطبيعة الحال فحتى في اللقاء ديالو مع ناصر بوريطة قال له بأن أمريكا ما باغية أي تطور عسكري أو نزاع مسلح في هذه المنطقة. يعني المسؤول الأمريكي مكلفو جو بايدن بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي باش يحاول يدير مساعي ديال الصلح بين هاد البلدين ويمنع أي توترات محتملة في العلاقات بينهما. وخا جميع المغاربة كيف جميع الناس ديال العالم كيعرفوا شكون هي الدولة اللي كتصعد وشكون هي الدولة اللي كتقلب على خلا ضربوها، دولة حكام العار اللي الشعب ديالها والأطر الطبية كيف قلت في حلقة سابقة كيتقاتلوا ويتخاطفوا على قنينات الأكسجين وما لقاوش حتى اللقاح في بلادهم، والمصائب كتنزل عليهم وحدة مور وحدة وكيتخبطوا في مجموعة من المشاكل الاجتماعية والسياسية وكيخليو هادشي كله وكيجيو كيديروا المناوشات للمغرب وكيتحرشوا بالوحدة الترابية ديالو وكيزيدوا يصبوا في الزيت على النار في نزاعه مع جمهورية البوليزاريو الوهمية. وباش ما نخليوش هاد المغالطات اللي حاول إعلام الجزائر والبوليزاريو يروج ليها واللي مفادها أن أمريكا تراجعات على اعترافها بمغربية الصحراء، لازم ما نوضحوا بعض النقاط المهمة اللي جات في التصريح ديال المسؤول الأمريكي اليوم في الرباط. المساعد ديال وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بالنيابة السيد جو هايد أكد على الموقف الثابت ديال بلاده بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وقال أيضا في جواب على سؤال خلال مؤتمر صحفي بأنه ما كاين حتى شي تغيير في السياسة ديال الأمريكان من قضية الصحراء المغربية، وما كاين حتى شي فرق ما بين السياسة ديال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وما بين الإدارة الحالية ديال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ما كاينش الفرق نهائيا عندهم في قضية الصحراء، الصحراء مغربية ولا عزاء للحاقدين. المسؤول الأمريكي أيضا عبر عن الدعم ديال بلاده لعملية سياسية ذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل الاستقرار ووقف أي أعمال عدائية. طبيعة الحال هذا كلام منطقي وما يمكن لنا نقول عليه إلا هالبوجور ديال. أيضا قال المسؤول الأمريكي كذلك بأن قوة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية
ما فتئت تتعزز تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأبرز الدبلوماسي الأمريكي. طبيعة العلاقات العريقة بين المغرب وأمريكا والتي تجمع البلدين منذ حوالي 200 سنة بعد وصول أول بعثة دبلوماسية للمغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وزاد المسؤول الأمريكي أيضا كيأكد وكيقول لمن لا زال في حاجة إلى تأكيد بأن المملكة المغربية كانت هي أول دولة في العالم تعترف باستقلال أمريكا. كذلك نوه المسؤول الأمريكي بجميع الأدوار المهمة التي يقوم بها المغرب على مستويات عديدة، وخصوصا دعمه للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والاستقرار والأمن في المنطقة والتنمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وفي كافة أرجاء القارة الأفريقية. وقال المسؤول الأمريكي أيضا بأن المغرب شريك أساسي لا يمكن الاستغناء عنه للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في مجموعة من القضايا الأمنية، في إشارة إلى التعاون الاستخباراتي والأمني ما بين المملكة المغربية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. وغير التصريح بوحده فيه ضربة قوية وموجعة للعديان ديال بلادنا، وخصوصا ذوك الجهات اللي كتربص الآن بالمصالح الأمنية وبالرموز ديالها. وكان قصد هذوك الناس اللي كيتحرشوا بعبد اللطيف الحموشي مدير الأمن والضيصي وياسر المنصوري مدير لاجيد. هذا أقوى رد من الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الجنوس، وهذا خير جواب من أمريكا على سفهاء أوروبا. قضية الصحراء تصفية استعمار. احنا ما عندناش مشكل مع المغرب الشقيق. نعم إنها المخدرات، تصرفات المحتل في المغرب. إن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا. احنا ما عندناش مشكل مع المغرب الشقيق. يا دبان، وين عندك العز النفس؟ عندك الرجلة حاط استقلال الشعب الداير. احنا جينا ما جابوناش، انت ما تشرفناش. من شارع انا ما نكذبش عليك، بيكو كاين يا دبان، بيكو كاين. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة عن طريق مشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع مع جميع معارفكم وأصدقائكم. أيضا كنتسناكم تعبروا على الآراء ديالكم من خلال التعليقات أسفل، والأهم هو دير لايك ديالك لهذا الفيديو باش يزيد ينتشر اكثر. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناو معنا في هاد لاشين، كنتمناهم يضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي يتوصلوا دائما بالجديد ديالنا. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى حلقه اخرى باذن الله.